كان اداء رائع وكان ادى ثقه، ادى ادى ثقه. ثقه. بس انا عايز اقول برضو نرجع في الاول وفي الاخر، انت عارف يا كابتن شادي اللي بيحصل في ادائنا جزئين، جزء بيلعب الكرة المصرية وجزء بيلعب الكرة العالمية. هنا في بطء في عملية الأداء وهنا في سرعة في عملية الأداء. تقصد تقول محمد صلاح النني مثلا، وهنا مثلا أي لعيبة في الدوري المصري، صح كده؟ اه. هناك بره لما بتيجي تتفرج على الكرة أنت بتلاقي الكرة سريعة وماشية على الأرض، زي مثلا ماتش بتاع الأهلي والزمالك، السد كان رائع، أرضية الملعب غير طبيعية، الكورة بتجري بشكل بسرعات العالية اللي هي سرعة أداء اللعب الحلو مفروض. فعشان كده يمكن كان سبب رئيسي في المباراة وحلاوتها أو في الأهداف وكلام من ده أرضية الملعب. فأنت في أوروبا بتلعب بتلاقي الكورة، بتلاقي الباصة والتوقيفة والوضع التشريحي بتاع اللاعب في استقباله للكرة بيختلف عن الوضع جوه الدوري المصري او الدوري او بطولات افريقيا. فعشان كده بتلاقي في اداء بطيء، الملعب عنصر نمره واحد في ان الكرة ما بتمشيش بالشكل المناسب، نمره اتنين اللعيبه وضعها في استلام الكرة وارسالها للكرة للخصم او للزميل. يعني تيجي مثلا تبص اللعيب اللي بيستقبل الكرة بياخدها بأني وضع عشان ياخدها على صدره ويرجع ويلف وكلام من ده، وياخدها ويلف بيها عشان يرجع هياخد وقت، لكن هو ممكن ايه الكرة وهي بيستلم بياخدها لصدره بيحطها في الجنب اليمين او الجنب الشمال عشان ياخد فرق سرعة. فده الوضع التشريحي بتاع اللعيب ده الفرود او اللعيب اللي بيستلم الكرة بياخد الكرة فبياخدها بخطوات سريعة. فعشان كده في اختلاف في الاداء. فعشان كده لما بتيجي تلعب ماتشات تيجي تبص تلاقي ايه محمد صلاح بره الجيم عشان بيتحرك هناك حافظينه اكتر وبيتحرك تحركات سريعه مش بتروح له بنفس السرعه اللي هو عاوزها. انت لازم تمسك الكوره وتعملها وتدلعها وتقصها وتعمل كده وتجيبها كده بسبوسه وتقصقص وحته وتروح ايه مباصيها. ايوه. لكن ما فيش السرعه اللي هي وان تاتش وان تاتش وان تاتش وان تاتش اللي هو اللعبه جت راح حاططها راح حاططها للتاني راح حاططها اللي طالع متحرك، ما فيش الكلام ده. طيب كابتن انا يعني عشان معانا خبر عاجل هستاذن حضرتك. طبعا الكابتن علاء عبد العال مدير فني لاسترن كومباني الشرقيه للدخان سابقا، كان موجود الكابتن علاء نوح، بنقول له اكيد شكرا على الوقت اللي انت كنت موجود فيه مع الشرقيه للدخان والكابتن علاء عبد العال.